كل واحد فينا الحقيقة عائلته هي الحب الحقيقي بالنسبة له. مين فينا مثلا ما بيتمناش ان هو يحقق كل احلام اللي بيحبهم؟ ده كان بقى اللي بيحبهم دول مثلا والدك، والدتك، ولادك، اخواتك، مراتك، واللي اكيد احلامهم كتير بتكون هي نفس احلامك. الحلم دايما بيكون على قد المسؤولية والتحدي ان هو يحقق احلام ناس كتير، عشان كده هيقدم الحلم نص مليون دولار. ايوه، نص مليون دولار لعيلة واحدة عشان تحقق كل احلامها. طبعا كل واحد فينا يعمل اي حاجه عشان عيلته، ما بالك بقى برساله ممكن تبعتها للحلم، تقدر من خلالها تغير حياتك وحياه كل اللي انت بتحبهم، كمان تامن لافراد عيلتك كلهم مستقبلهم، ومين عارف ممكن تكون انت صاحب الحظ وتستقبل كمان الاتصال القادم من الحلم، وتلاقي بقى مصطفى الاغا بيقول لك مبروك، ربحت نص مليون دولار عشان تحقق احلامك واحلام عيلتك. كل يوم تجينا اتصالات كثيره، شيء عادي. اتصال حلو يجيك من قريب أو حتى من صديق، تليفون يرن ويصحيك من أحلى نومة، وتليفون يموتك من الضحك. ساعات ننتظر مكالمة من حبيب أو صوت غايب عنا اشتقنا له كثير. مكالمات كثيرة ما لها أول ولا آخر، لكن مكالمة واحدة بس ممكن تغير حياتنا. مرحبا، أنا مصطفى الأغا من إم بي سي. في رمضان يا ترى مع مين رح يكون أول اتصال رح تتصلوه وتخبروا اللي بتحبوه إنكم ربحتوا الحلم؟